call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو اللي بنغطي فيه شوي عن القنابل والمدافع أو القنابل والصواريخ، ومن هين تقدر أنك تجيبهم في أسرع وقت ممكن. لأنه إذا كنتوا تتابعوني او اذا كنتوا مثلي فانتوا راح تكون عندكم مشكله مثلا مع النار البحريه او مثلا مع ايش من هذا المدافع الهاون، دائما يكون عنده مشاكل في عدم توفرهن. فالحين بتكلم عن هذا الشيء واتمنى انه الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. طبعا قبل ان نبدا احب اذكركم انكم تستخدموا كود نوب وتدخلوا على الموقع اللي حاطينه في الديسكريبشن وتشوفوا مجموعة الأشياء اللي بيعوها، الحاجات اللي تخص لعبتنا لعبة سكال أند بونز والحاجات الثانية. طبعا واحدة من الطرق انك تجلس تشتري من هنا من عند هذه البائعة، وشي بائعة ثانية عندكم في الموقع اللي هي سانت إن، تقدروا تشتريهم من عندهم، ولكن يبيعوا لكم كمية محدودة تقريبا 15 قطعة فقط من القنابل، و15 تكون 15 ضرب 10 فيكون 150 قنبلة فقط اللي يبيعوا لكم اياها. فبهالطريقة ما راح يمتلي عندكم كثير، لكن الطريقة اللي الحين اخبركم بها راح تفيدكم كثير. تروحوا مباشرة لهذا المكان ويكون عندكم كمية كبيرة في هذا الساحل، بترجعوا حال الثنتين هذلا تسويوا تجميع وبتلاقيوا داخل المعدن المستخلص. المعدن المستخلص اللي هي الحاجة اللي تعبكم كثير في عملية البحث. المعدن المستخلص اللي هو هذا، لما تحصل معدن مستخلص اكثر تقدر تصنع قنابل اكثر، بكذا يكون عندك عدد لا نهائي من القنابل وما بتخلص، واصلا انت ما بتفكر بالقنابل مرة ثانية اطلاقا. نفس موضوع الفلوس، الحين ما تفكر في السيلفر اطلاقا. فانت لو سويت هذا الجلتش او لو سويت هذه الحركة، ما جلتش، هذه حركة طبيعية وعادية الا اذا صار نيرف وقللوا فترة معاودة اللوت يعني. بس حاليا لما تكمل الدورة اللي قلت لكم اياها، لما شوف حصلنا 4 من المعدن المستخلص، لما تكمل الدورة وترجعوا وتاخذوا هذاك اللي في الطرف الثاني بيكون هذا اوريدي ريفيلد واوريدي مشى عليه الوقت عشان تقدر تستخلص مرة ثانية منه. فهنا والله فشلت فيهن كلهن وما حصلنا اي معدن مستخلص. نروح للي بعدها الحين، ثنتين وهذا الثالثة. نحصل من الثالثة يمكن، شوف هذا اللي اخضر بس، والله قال سخط فيهن. اوكي حصلنا 4 مرة ثانية. نشوف اللي بعدها، اذا 3 وهذا الرابعة. اوكي حصلنا بعد 3. السفينة اللي بعدها، واحنا ماشيين لحد ما نخلص السفن كلها ونرجع من الجهة الثانية وناخذ سفينتين. حاول انك تضبط، ما حصلنا معدن. خلصنا، باقتنا واحدة ونرجع من الجهة الثانية. باقتنا واحدة ونرجع من الجهة الثانية. هذيك سفينة لابستية، بس احنا الحين ما شالين حاجة، ممكن انهم يصارعون عشانها. ليش 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 ليش؟ ما شفت الثانية، عشان كذا برجع لها وبعدين نروح للطرف الثاني من اوكي. الحين بنفسجي 3 و4 معدن مستخلص. اتذكر لما جايين كان عندنا 22، الحين نروح لهذه. لما جايين كان عندنا 22، الحين كم صار عندنا؟
من المعدن هذا، المعدن المستخلص، نشوف على نهاية الرن أو الدورة نخلص الدورة و... بعد اثنين وبقي هذه الأخيرة، وأتوقع إنه بيكون هناك عندنا القدرة من إن جمع الديروان والله كان. أوكي الحين جمعنا، خلصنا من التجميع، نروح ونشوف السفينة رقم واحد هل اوريدي صار نقدر. شوف اوريدي جالسة اللي معي، يعني تقدر انك تجمع منها مرة ثانية، فبكذا يكون عندك عدد لا نهائي من، شوف فتح بالقوة مرة ثانية. يعني انا قبل شوية هذه نفسها خذيت منها، والحين ليش ما قادر اخذها، والحين خذينا منها خمس، يعني قبل كم خذيت اربع والحين خمس. طبعا الحين نتأكد كم العدد اللي عندنا. اوه انطلقت، لا غلط، اريد اتأكد من العدد بس. اربع ثلاثة غيرهن، نتأكد من العدد اللي عندنا مرة ثانية. 48 كنا 22، الحين غضون كم دقيقتين ثلاث دقائق جمعنا اكثر من 23، وبعدين تروح هناك في عند الحداد وتخليه يصنع لك القنابل، ويكون عندك عدد لا نهائي من القنابل. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انه عجبكم واستفدتم منه، دائما دعموني باللايك، دائما دعموني بالسبسكرايب اكيد. اتمنى انكم تتابعوني وتخبروني اذا في حاجة تريدوها بالذات او بالتخصيص نتكلم عنها في الفيديوهات القادمة. هذه نهاية الفيديو، والسلام عليكم.